وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للرئيس القبرصي على إعادة مجموعة من القطع الأثرية الفرعونية التي كانت خرجت من مصر بطريقة غير شرعية في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أن هذه اللفتة الطيبة تدل على مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى قوة الصداقة بينهما. هذا وأكدت مؤسسة الرئاسة أن الوفد المرافق للرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس اصطحب معه خلال زيارته الأخيرة لمصر مجموعة القطع الأثرية والتي تتكون من 14 قطعة.